السلام عليكم. هذا العام هو فرصة لبناء حصون السلام في عقول البشر، وذلك بعد إعلان عام 2010 عاماً دولياً للتقارب بين الثقافات. يدخل السلام في صميم برنامج العمل المتعلق بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. أعلنت الأمم المتحدة في برنامج العمل إنها عقدت العزم على الحد من المعاناة الإنسانية الناجمة عن الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، وعلى تعزيز احترام الحياة والكرامة الإنسانية عن طريق الترويج لثقافة السلام. التجارب تشير إلى أن أحد العناصر الأساسية لتحقيق السلام، بالإضافة طبعاً إلى ترسيخ قيم العدل والمساواة والتسامح، يكمن في وضع الأسلحة الصغيرة تحت السيطرة، أي بعبارة أخرى تنفيذ برنامج العمل. منذ اعتماد برنامج العمل وجهود نشطاء السلام مستمرة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لمواصلة التأكيد على أن الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والذخائر هي مأساة حياة أو موت لا يمكن غض الطرف عنها. السيد الرئيس، إن العنف المسلح والسلام لا يمكن أن يتعايشا معا، ونحن بحاجة للتغلب على التحديات والبحث عن حلول عملية. يجب استبدال ثقافة الحرب بثقافة السلام. نوعية الحياة في عالمنا لا تعتمد على الصراع، بل تعتمد على كيفية تعاطينا مع ذلك الصراع. لا يزال واضعو السياسة يكتشفون إن مشاكل اليوم لا يمكن حلها بعقليات الأمس. السيد الرئيس، لدى الأمم المتحدة برنامج عمل آخر يدعى برنامج العمل المتعلق بثقافة السلام، والذي اعتمد بالإجماع من قبل الجمعية العامة في عام 1999، ويبرز برنامج العمل هذا الخطوط العريضة للإجراءات التي من شأنها تعزيز السلام والأمن الدوليين، بما في ذلك التدابير الرامية إلى القضاء على الإنتاج غير المشروع والاتجار بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. وهذا بالإجمال يعزز حقيقة إن السلام هو في صميم برنامج العمل المعني بمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة. إن ثقافة السلام هو العنصر الرئيسي لتحقيق أهداف وطموحات برنامج العمل في القرن 21. يتوجب أن نسعى بوعي لبناء عناصر عالم قائم على ثقافة السلام وعملية نزع السلاح. وهذه المهمة هي مهمة الجميع، وهي مهمة متعددة الأبعاد في نطاقها، وتتطلب المشاركة الفعالة من قبل كافة الأطراف وعلى كافة المستويات. على الرغم من أن مسؤولية التفاوض على السلام تقع على عاتق الحكومات، إلا أن مسؤولية إدامة السلام في نهاية المطاف تقع على عاتق الشعوب نفسها. كل منا لديه دور يؤديه تجاه خلق عالم يسوده السلام ليزدهر. كل المتواجدين هنا يساهمون في خلق العالم الذي أحلم به. وأود أن أؤكد لكم جميعا أهمية عدم التخلي عن الجهود التي تبذلونها، ومواصلة البحث عن حلول جديدة وطرق جديدة للتفكير. سننجح في النهاية، وانتشار السلام ممكن بفضل برنامج الأمم المتحدة المعني بالأسلحة الصغيرة. السلام عليكم، وشكرا السيد الرئيس.